تعرفوا ان الشطر الاول من البطوله انه انتهى، كنا طامحين اكثر نكونوا في مقدمه الترتيب، ولكن تعرف ان الكره القدميه هذه تتكون عندك طموح تتولي عندك شي حوايج اخرين، ولكن الحمد لله يعني دركنا الموقف في هذه المقابله الاخيره من امام مراكش. احنا ان شاء الله في هذا الاياب نحاولوا ان شاء الله نجمعوا اكبر حصه من النقاط، وفي الاخير ان شاء الله نشوفوا لو بيلون شنو. نتمنى ان شاء الله نشاركوا في بطوله افريقيه ان شاء الله. وكما تشوف راه باقا 14 المقابله، باقي النقاط راه 14 المقابله راه فيها 42 نقطه، 42 نقطة باقا ملعوبة، راه باقي كلشي ملعوب، باقي الفرق اللي باقي اللي تحت باقيين يقدروا يوصلوا للمراكز الأولى، الفرق اللي الفوق باقيين يهبطوا للمراكز متأخرة. كما تشوف البطولة ديالنا ما كاينش شي فريق اللي غادي تحقق نتائج ديما إيجابية من على سنين. فريق الوداد البيضاوي هو اللي تيبان لك عنده نتائج متتالية. حنايا خدامين هذا العام هذا إن شاء الله باش نحققوا الماكسيمو، الثروازيام بلاس، الدوزيام بلاس، البريمير بلاس جاب الله، علاش لا؟ حنا خدامين، وفي الاخر ديال العام عاد نشوفوا راسنا فين وصلنا وشنو اللي كان عندنا مزيان وشكون اللي شنو اللي كان ناقص عندنا. نقدر نقول لك درنا كل شيء، يعني بريبارينا مزيان، حضرنا مزيان، ولكن باش نقول لك تعرف ان كره القدم هذه يعني تتكون محضر تتكون مهيئ، ولكن تتكون بعض المرات تتكونش في نهارك في المقابلات تضيعوا لك نقاط داخل الميدان، ولكن الحمد لله ان شاء الله غادي نقول الكلمه ديالنا في هاد الشطر ديال الاياب ان شاء الله. الحمد لله كنا تنسينو هذا الفوز هذا اللي جا هذا الاسبوع هذا بفارغ الصبر، هذا الفوز هذا اللي عطانا واحد الشحنه ان شاء الله باش نكملوا حنايا. يلا بداش عندنا البطوله من الاياب، حنا غادي نحاولوا نجمعوا الماكسيموم دي بوان في الاياب ان شاء الله، ومن سالي ونشوفوا راسنا فين وصلنا.